الفيديو ده من صديق اخويا محمد. كل سنة وانت طيب، ربنا يوفقك يا رب. الفيديو ده لقناة كوكي اختي الكبيرة. كل سنة وانت يا رب حبيبتي، ربنا يعود عليك الايام بخير ورمضان كريم. سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سماسيم وسيمو من قناة كوكي هاند ميد. كل سنة وحضراتكم طيبين ورمضان كريم. قبل ما نبدأ اي حاجة، عايزاكم تصلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. عايزاكم النهاردة تدعموا قناة صديقي مستر كوميديانو. قناة جميلة جدا، فيها محتوى هادف، فيها كوميديا، فيها فيديوهات رياكتات هتعجبكم جدا. هسيب لكم اللينك بتاعها تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تعملوها لايك وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس. وهنبدأ النهاردة نعمل السيرب بتاعنا او الشربات بتاعنا. اول حاجة عندي كوباية سكر، كوباية سكر حطها عندي في الحلة بتاعتي. كوباية سكر اهي، كوباية كبيرة خلاص. وبعدين نفس الكوباية دي اعاير بيها المية، هعاير المية. معلش يا جماعة انا مطبخي متواضع جدا، انا لسه بقى مش موضبة اوي ولا عاملة حاجة، لان انا عندي بنتي في ثانوية وكده ومفيش اي وقت ان الواحد يوضب او يعمل اي حاجة وكده. تمام. انا هجيب على فكره الخيار ده قبل الملاحاه، وهقول لكم ان شاء الله طريقته في وصفه تانية. هنعمل بقى الشربات بتاعنا او السيرب، هحطه كده على النار، هحطه على النار واسيبه يغلي. طبعا هقلبه كويس، انا هقلبه كويس جدا. تمام. هعلي عليه النار لغايه ما يغلي. تمام. اول ما يغلي هقول لكم هعمل فيه ايه. تمام. هرجع لكم تاني. رجعت لكم تاني. الشربات غلى اهوت، اهو شايفين طبعا هو كده بيغلي. هبدا ان انا بقى اوطي النار على الاخر عادي، يعني اوطيها. وبعدين هجيب نص ليمونه، هجيب نص ليمونه وطبعا اطلع منها طبعا البذر وكده، وهعصرها. اهي انا طبعا على فكره ما برميش قشر الليمون، خلي بالكم برضو هنعمل بيه حاجات واقول لكم هنعمل بيه ايه برضو في حلقه تانية ان شاء الله. قشر الليمون ده حاجه مفيده جدا في التنظيف، و بصوا والله العظيم ده حاجات، يعني لو تعرفوا قيمه قشر الليمون مش هتتخيلوا انتوا كنتوا بترموا قشر الليمون ازاي. تمام. اي قشر ليمون انا عندي كيس كده نظيف بحطه في الفريزر، اي نص ليمونه او ليمونه عملتها اقوم عينها في الكيس ده، في الكيس ده، واحوشهم في الفريزر. طبعا انا هسيبه يغلي لغايه ما يبدا بقى يبقى شربات. طب انا المشكله ان الشربات ده بيبوظ من ناس كتير، هي دي بقى التكه. او انا عملت الفيديو ده مخصوص علشان الناس اللي بيبوظ منها موضوع الشربات ده. ليا صديقات كتير بيسالهم على موضوع الشربات ده، اقول لهم هو له طريقه معينه. انا حتى ما ينفعش اقول لكم اظبطوا من الستوب ووتش بتاعكم مثلا، ان مثلا يعني نقف في وقت معين مثلا، مفيش الكلام ده. المشكله ان مفيش الكلام ده، يعني ما ينفعش. انت لازم انت اللي تبقي عارفه انت بتعملي ايه. تمام. انا طبعا مش هحط نص ليمونه بس يا جماعه، انا هحط انا بحب استعمل الفانيليا السايبه اللي هي العلب دي. تمام. واعلي سنه صغيره كده مع التقليب. انا هفضل اقلب 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 لغايه بقى ايه. انا عايزه بقى اعرفكم الطريقه اللي هتميز لكم هو ربط ولا لا ازاي. بصوا لي بقى، هو انا برفع المعلقه كده وفيها شويه. تمام. وانزل كده. تمام. اهو كده برفع وانزل وارمي كده شويه بالمعلقه. شايفين طبعا الحركه اهو اهو اهو. طول ما هو لسه ممسكش هتلاقوه بيتدلق كانك بتبلوي ميه، انما اول ما الشربات هيمسك ويبقى سيرب هيبقى له قوام تاني، علشان برضو ما تتخنوش القوام بتاعه قوي يقوم يبوظ. فاهمين؟ لان ده معروف ان هو لما بيبرد بيمسك اكتر، يعني السيرب معروف لما بيبرد بيمسك اكتر. فانتي ما تخليهوش يربط قوي علشان ما يبص منك خالص. اول ما يبدا يربط انا هرجع لكم برده تاني. رجعت لكم تاني.
خلاص كده القوام بتاعه، بصوا كده على شكله، شكله كده ايه يعني، خلاص بقى خرط اهو. عايزه اوريكم حركه المعلقه، عايزه اوريكم حركه المعلقه اللي انا قلت لكم عليها اهو. بصوا ما بقاش بيتدلق زي الاول، ما بقاش بيتدلق زي الاول، تمام كده. يبقى القطر بتاعي ناجح تمام، وخلاص كده هطفي عليه. وبالهنا والشفا، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس واعملوا لي كومنتات. لو عاوزين اي حاجه اعملها لكم برده قولوا لي، لو في اي حاجه مش عاجبكم في سياسه القناه برده قولوا لي. إيه انا بفرح بوجودكم جدا وبفرح بتعليقاتكم. وكل سنه وحضراتكم طيبين، واتمنى اكون ضيفه خفيفه عليكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.